إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبات كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ومساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبو المكارم وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية. وشهد الرئيس السيسي عروضا عسكرية قدمها الطلاب الخريجون لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية. وكرم رئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة بنوط الامتياز من الدرجة الثانية، فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير. وفي كلمات خلال الاحتفال قدم الرئيس السيسي التهنئة لأسر الخريجين، مشيرا إلى أنه حرص على حضور أسر الشهداء للاحتفال تقديرا واعتزازا بهم، ومؤكدا سيادته على أن مصر قدمت الكثير من الشهداء ليعيش الوطن بسلام وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز اقول لكم ان احنا كلنا في الدنيا اللي احنا يعني ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها الا الشهيد، بتفضل ذكراه عطرة لما قدمه من تضحيات من اجل وطنه. وانا عايز اقول لكم انا شايف الاسر موجودة هنا، وانا حرصت على ان دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش ان يبقى نسبة من اسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، اولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا. وفي اليوم اللي احنا بنقعد فيه ده بقول لهم او اللي احنا موجودين فيه النهاردة، يعني احنا يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد او اي شهيد في مصر، سواء كان من الجيش او من الشرطة او حتى من المواطنين العاديين. ولكن عزائنا كلنا، مش عزائكم انتم، عزائنا كلنا ان ده كان تمن مش بسيط عشان الوطن ده اللي فيه النهاردة 105 مليون يبقى عايش بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات شهداء مصر اللي قدموهم أسر مصر. وكل مرة بقول الكلام دوت عشان أذكر نفسي وأذكر كل الشعب المصري بالتضحية الكبيرة ديت. مفيش أغلى من النفس، مفيش عند أي أسرة مصرية أغلى من أنها تقدم أبنائها من أجل مصر. تمن عظيم بس كمان من أجل وطن عظيم، من أجل وطن عظيم. فمن فضلكم كل التحية لكم، كل التقدير لكم، وذكرى عطرة في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة إن شاء الله. لأبنائنا الخريجين بقول لهم بتمنى لكم التوفيق، بهنيكم، بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يعني يسعدنا كلنا زي ما انتم شفتم كده. وزي ما بقول ان احنا النهاردة بنخرج
طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معهم الدبلوم والماجستير. وده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنطور في اداء ومستوى التأهيل العلمي، بالاضافة طبعا للتأهيل البدني اللي بيتم. المهم ان انتم هتتعاملوا مع مواطني مصر، سواء المواطنين اللي هم المواطنين العاديين او حتى المواطنين اللي بيخرجوا عن السياق. مهم جدا جدا ان احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي انتم تعلمتوها هنا في الكلية مع كل الناس، وفي النهاية في قانون بيحكمنا جميعا. بتمنى لكم التوفيق، وربنا يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. أكد وزير تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد والتي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وتوافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم. كما أكد الرئيسان في ذات السياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المتعددة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديدا لاستقرار المنطقة. تم خلال الاتصال التشديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التنمية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق السيد الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة وإحياء عمليات السلام. كما أكد رئيس السيسي على ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأية خطوات مستقبلية في هذا الصدد. صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. وقالت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها تحفيزهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة
على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية طروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم والوقوف مع الدول الشقيقة في أزمتها وأوقاتها العصيبة، أعربت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة في بيان أنها تعرب عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. بدورها تؤكد مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد. كما أعلنت المؤسسة توجهها لجميع تبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة مستهدفة مواقع عديدة في شمال القطاع وحتى جنوبه هي الأعنف منذ بدء الحرب صباح اليوم السبت الماضي، مع قطع الكهرباء والماء والوقود والطعام عن القطاع. ودمرت قوات الاحتلال أحياء سكنية كاملة وعددا من المقرات الحكومية شملت الجامعة الإسلامية وميدان الصناعة ووزارة الأوقاف وشركة الاتصالات ووزارة المالية وكلية الرباط وطرقا عامة ومبان سكنية ووزارة المواصلات ومسجد العباس. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن ما لا يقل عن 560 شهيدا سقطوا في القصف الإسرائيلي وإصابة نحو 2900 منذ السبت في الضربات الإسرائيلية على القطاع. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ترتكب جريمة بقطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بما في ذلك المياه والكهرباء ومواد التغذية والمواد الغذائية والطبية والوقود في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنسانية واتفاقيات جنيف والتزامات دولة إسرائيل وبغطاء من أطراف دولية. وطلبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤوليتها في وقف هذا العدوان فورا ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 بالإضافة إلى 2600 جريح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة حماس الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية طوفان الأقصى. وأفاد التلفزيون الإسرائيلي باستدعاء 300,000 جندي احتياطي في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق مع استمرار عمليات حشد قوات برية على الحدود مع قطاع غزة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا أن أكثر من 137,000 شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها، وأشارت الوكالة إلى أنها غير مستعدة لاستقبال أكثر من 150,000 شخص فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف. وأوضحت أن 500,000 شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء والبالغ عددها 14، معلنة أن أحد موظفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والاستعدادات الجارية لذلك. ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية. وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقا للمناطق ذات الكثافة العالية من المصريين بالخارج تيسيرا على المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج ليتمكن من المشاركة في الانتخابات. للمزيد من المتابعة حول آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات محمد سعد مراسل دي أم سي. تحياتي لك محمد، وأسألك عن المزيد من التفاصيل بشأن الاستعدادات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية. تحياتي لك إيمان وتحياتي لكل السادة المشاهدين من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نتابع تقديم المرشحين أوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية. إيمان، بالأمس تقدم المرشح الرئاسي السيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية بعدما استوفى أهم الشروط، وأهم هذه الشروط أن يحصل على أكثر من 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب. وبالفعل حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، منهم 24 عضو من أعضاء مجلس النواب التابعين لحزب الوفد، ومنهم ثلاثة مرشحين أو ثلاثة أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس النواب. إذن حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب. أيضا المرشح إذن من تقدم حتى الآن إلى الترشيح أو الترشح بشكل رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة. كانت هذه أهم المعلومات لدينا، عودة إليكم من جديد. شكرا مرة جزيلا محمد سعد مراسل دي أم سي. كتاب نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة.